هدوء نسبي وحذر يلف المشهد في تعز بعد مواجهة عنيفة دامت لأيام بين قوات الجيش وكتائب أبو العباس في عدد من الأحياء السكنية، والتي سقط على إثرها العديد من القتلى والجرحى. المواجهات العسكرية التي وسعت من هوة الانفلات الأمني في تعز اندلعت بعد نزول حملة أمنية وعسكرية للقبض على عناصر متطرفة نفذت عشرات الاغتيالات، ولبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على الأحياء والمرافق الحكومية التي كانت تخضع لسيطرة المجاميع المسلحة. مسار المواجهات في المدينة بعد أن كان الغرض منه ملاحقة خلايا الاغتيالات كما أكدت ذلك القوات الأمنية، تحول إلى مواجهة ضارية بين قوات الحملة العسكرية وكتائب أبو العباس. اللجنة الرئاسية المشكلة لتهدئة الوضع وفي جديد تحركها استكملت استلام المواقع العسكرية ضمن اتفاق التهدئة المعلن بين القوات الحكومية والمجاميع المسلحة. مصادر أمنية أوضحت أن الشرطة العسكرية تسلمت منتزه زائد في صبر من قوات اللواء 22 ميكا، وأن قوات الأمن العام تسلمت موقع تبة الأخوة ومسبح نادي تعز وسط المدينة، فيما سلمت كتائب أبو العباس مبنى الأمن السياسي وقلعة القاهرة للجنة الرئاسية والشرطة العسكرية. تم تسليم المنتزه مع المسبح، وحقيقة كان هناك تجاوب كبير من قيادة اللواء، وإن شاء الله هذا هو آخر موقع من المواقع التي تم الاتفاق على تسليمها. يشكل ملف تعز الأمني والعسكري عقدة الأزمة ومفتاح الحل للعديد من الملفات السياسية والميدانية بحسب مراقبين، خاصة وأن المحافظة ما تزال تشكل الجزء الأكثر حساسية وتأثيرا على مناطق الشمال والجنوب بحكم موقعها الجغرافي وتنوعها السياسي.